نبدأ على بركة الله بشرح قطع الكتاب. قطع الكتاب، طيب نجي. أول شيء عندنا قطعة النادل اللي هي ويتر داي، اللي هي تسمى بيوم العامل. طيب هاي هنا الفكرة بهذا الموضوع هو شنو؟ أنا عندي قصص، عندي قطع، وهاي القطع عليها أسئلة. حكالي عن هذا واحد يعني عامل نادل، هذا النادل اللي هو واحد اسمه أحمد، وهذا النادل أحمد يلبس زي دائما أبيض وأسود، بنطلون أبيض وبنطلون أسود عفوا وقميص أبيض، ودائما يقعد من 6:30، ويحب وجبة الأفطار، وهو كذا وهو كذا. حكالي عنه هسه احنا يعني هاي مو شغلتنا، احنا هسه نريد نعرف الأسئلة اللي تجي بالامتحان شنو هي. فراح ناخذ الأسئلة اللي تجي بالامتحان بأخير السنة وش نسوي هسه، وراح نسوي أنطيكم مفتاح حل. نجي على هذا الموضوع. أول شيء من أشوف كلمة what time يعني معناها بيش ساعة يقعد. احنا قلنا يقعد هو ساعة 6:30، فالاختيار الصحيح هو 6:30. الجملة الثانية يقول هنا what is another word to cook، يعني أريد لكلمة ثانية نفس معنى cook طباخ. أقول له الشيف، هاي وين هي الشيف اللي هي معناها شيف يعني طباخ. ثلاثة قال لي what which service، service يعني الخدمة اللي يفضلها أحمد، اللي هي قلنا breakfast. breakfast يعني وجبة أو خدمة الإفطار. الإفطار مفتاح الحل هو من أشوف كلمة service خدمة أقول له breakfast service. طيب هنا قال لي زي، من اشوف كلمه يونيفورم يعني معناها زي، راح اقول له هنا ابيض واسود، يعني هو كان يحب القميص الابيض بلاك تراوزرز اند وايت شيرت، يعني القميص ابيض شيرت ابيض وتراوزرز بنطلون يعني بنطلون اسود. هاي ملابس مال العامل، دائما العامل النادل هو هيجي يلبس ويتر. نجي على ثاني قطعة وهي قطعة الورق، تحكي عن الورق ومنين جاء الورق وشنو أصله. طيب أكو عندنا هنا بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول الورق paper، من نشوف كلمة وpaper ورق، وأشوف in the classroom يعني الورق نستخدمه بالصف. جواب صحيح true معناها صح، وfalse يعني معناها غلط. أريدك تحفظ لي paper ورقة classroom صف، paper ورقة classroom صف، paper ورقة classroom صف، يعني الورق موجود بالصف. جواب صحيح. ثانية، من أشوف كلمة paper ورق وchina صين، الجواب false، لأن الورق أساسه أصلا ما كان بالصين، يعني بالأصل هو مو من الصين. فمن أشوف كلمة paper ورق وchinese china صين، قل الجواب false. ثلاثة، يقول Egyptians did not know يعني معناها المصريين ما كانوا يعرفون على الورق، الجواب غلط. paper يعني معناها ورق، هاي حفظناها الكلمة بعد. من أشوف كلمة Egyptians don't know أقول له جواب غلط، المصريين كانوا يعرفون عن الورق يعني. طيب ثلاثة، أربعة، يقول three things، ثلاثة أشياء from paper، paper قلنا معناها الورق. من أشوف كلمة ثلاثة أشياء ورق، جواب غلط، يعني الورق أنا بس أقدر أسوي عنده ثلاثة؟ لا، الورق كل شيء أقدر أسوي به، فهذا الجواب راح يكون false. خمسة، يقول I am using paper يعني أنا قاعد أستخدم الورق، جواب صحيح، جواب صحيح. ستة، يقول paper الورقة different things، الورق يعني نقدر أو يعني الورق مصنوع من عدة أشياء، الجواب صحيح. من أشوف كلمة paper ورق و different things أشياء مختلفة، أقول الجواب صحيح. سبعة، كلمة conserve وكلمة look after اثنيناتن معناها يعتني، look after يعني يعتني، conserve يعني يعتني، هذين اثنيناتن نفس المعنى، لذلك راح أقول جواب true. ثمانية، we can't use older paper يعني ما نقدر نستخدم الورق القديم. من أشوف كلمة older paper يعني الورق القديم، الجواب غلط، الورق القديم نقدر نسوي نعدله عادي، يعني نقدر نعدل عليه ونسويه مرة ثانية. القطعة اللي بعدها عندنا قطعة باسم، هذا واحد اسمه باسم يريدون يشترون لابتوب هو أبوه وأمه، وهم دا يتناقشون على هذا الموضوع. خلينا نشوف. اولا يقول dad does not want، does not want يعني ما يريد، الاب ما يريد يشتري لابتوب، جواب غلط، الاب هو يريد يشتري لابتوب، احنا ذكرنا انه الاب يريد يشتري لابتوب. هستوني
اثنين، مام يعني الأم، كلمة مام معناها الأم، جاية من mother. طيب heavy laptops يعني لابتوب ثقيل، يعني الأم تقول أن اللابتوب الثقيل هو زين، الجواب غلط. اللابتوب الثقيل شو العلاقة؟ شو المشتركية يعني؟ شو العلاقة؟ قبل ورقي؟ قبل بطيخة هي حتى تصير ثقيلة؟ لا. فمن أشوف مام الأم وهذه لابتوبس ثقيل أقول له جواب غلط فولس، جواب غلط فولس. ثلاثة different rooms، different room يعني غرف مختلفة، يعني اللابتوب أقدر أشيله بغرف مختلفة، جواب صحيح، اللابتوب نقدر نشيله بكل الغرف لأنه صغير يعني. أربعة من أشوف كلمة write your passport، يعني كلمة الباسبورت كلمة السر، لازم تحفظها أو لازم تكتبها كل من يجي يشوفها؟ الباسبورت لازم أحفظها أنا حفظ، فهنا جواب فولز غلط، هو قايل لك لازم تكتب كلمة السر، إذا كتبتها وخليتها كل من يجي يشوفها فلا غلط، كلمة السر لازم ما بس مو أكتبها، لازم أحفظها حفظ. خمسة يقول share photos، يعني الأطفال يقدرون ينشرون الصور، يقدر ينشر صور لو ما يقدر؟ نعم يقدر، انت مين بتنشر لك صورة؟ اذا انا اشوف شير فوتوز اقول له جواب صحيح. ستة، ستة كلمة all يعني كل، all معناها كل، وقال expensive يعني كل اللابتوبات غاليات، جواب غلط، اكو بيهم رخيص، ذاك اليوم اخوي اشترى لابتوب 50,000 60,000 عادي، انا ذاك اليوم اشتريت لابتوب رخيص فاكو. سبعة يقول باسم فاميلي لوكت ألات، يعني لوكت أت ألات يعني دورت هواية، جواب صحيح، ما كانوا يدورون يسألون هذا ثقيل هذا غالي هذا رخيص، من يشوف كلمة لوكت أوت ألات يشوف معناها ترو يعني صحيح. ثمانية يقول اللابتوب هو أسود وسيلفر، جواب غلط، اللابتوب ما كان أسود وفضي، اللابتوب عادي أكو أبيض وأحمر وأزرق وأخضر كيفك، فهنا جواب فولس، من نشوف كلمة black with silver تقول له false يعني غلط. القطعة اللي بعدها تحكي لنا عن اختراعات مهمة، هذا واحد اسمه سيد كروم، هذا السيد اخترع لنا الشبيس، الشبيس طيب، وطبعا هو سواه بالدهن بالزيت، سوانيها بالزيت وحتى الناس حبته، كل الزبائن حبته وانتشر. طيب نجي من نشوف كلمة جورج، هو اسمه جورج، نشوف كلمة جورج يعني شخص اسمه جورج، وكلمة invent يعني اختراعه، من شفت جورج وانفنت، جورج وانفنت اقول له يابا كريسبي فلايز، كريسبي يعني تشيبس، تشيبس ايج كلمة تشيبس، هاي القائقة مال البتيتا هاي مال تشيبس، كريسبي فلايز فرايز. طيب ثانيا نقول كاستمرز الزبائن، احنا قلنا الزبائن وش يردون؟ شردون الزبائن دائما شو يحبون؟ حبوا هذا الشيبس وانتشر كريسبي فرايز اللي هي الرقائق، الرقائق البطاطا. ثالثة يقول what did كروم do، ماذا عمل هذا سيد كروم، هو شلون سوى هذا البوتيتا او هذا الشيبس؟ يقول لك he sliced يعني قطعه، قطعه. بنشوف السؤال يقول لك what كروم do يعني ماذا عمل او ما الذي شنو سواه سيد كروم، اقول له هي سلايست يعني هو قطع البوتيتا صغار. نجي على أربعة يقول هاو كيف او كوك طبخه، كرومس يعني سيد كروم، هو هذا سيد كروم. طيب من قال لي هاو كيف؟ هاو كيف انا اقول لك هاو ار يو معناها كيف حالك، كوك يعني طبخه، هاو شلون طبخه هو؟ قال له ان ذا اويل، اويل يعني زيت، راح اقول له بالزيت بالدهن يعني، in the oven بالاوفن لو in the water بالماء، لا ما العلاقه بذنك، اقول له in the oil في الزيت. واخر شيء يقول لك did they like it، نعم عنها احنا ايش قلنا له بهذا السؤال، شنو اللي كانوا يردون؟ كانوا يردون هذا الشيبس، هذه الرقائق البطاطا، فاكيد did you they like it، نعم كلش yes they did yes he did، نعم يعني هو احبه اللي هم يعني هو هذا اللي يجون يشترون الزبائن حبوهن. فمن اشوف كلمة did ولايك يحب اقول له yes he did، نعم he did، شوف هنا بادية بدد وجواب بدد، لا تنساه. اللي قطعة اللي بعدها اللي تحكي يوم الام، الله يحفظ الامهاتنا يا رب، يوم الام او عيد الام. طيب اول سؤال in Iraq mother days، عيد الام جاي بشاشها مبين، عيد الام كل التنو عرفه بشهر الثالث اللي هو بمارتش، in the March، مارتش الشهر الثالث، ف
فأنا مني أشوف Mother Day أقول له March اللي هو شهر الثالث. 2 من أشوف Families Go يعني العوائل تروح، Families Go يعني العوائل تذهب. العوائل وين تروح؟ للمكتبة لو للمطعم لو للمسرح؟ يروحون للمطعم. نشوف كلمة Families يعني Go، Restaurant يعني معناها مطعم. Families Go Restaurant مطعم، Families Go Restaurant مطعم، Families Go Restaurant مطعم. 3 من أشوف كلمة years يعني سنين، و mother day، mother day يعني عيد الأم، يعني عيد الأم إيش قد صار له؟ صار له آلاف السنين، آلاف السنين. قال لي 100 مئات، أنا من أشوف كلمة years سنين أقول له آلاف، آلاف السنين ركز لي عليه. 100 يعني 100 يعني مئات السنين، لا آلاف السنين كلش قديم. عندنا رقم 4، 4 أقول different around the world. من أشوف كلمة around the world يعني عيد الأم منتشر حول العالم. من نشوف around the world حول العالم تقول له different يعني معناها مختلف، يعني بيكون بكل مختلف بقاع العالم. وآخر شيء قال لك flowers الهدايا الأزهار، وقال لك present هدية. كلمة present هاي موجودة بالإنشاء ومهمة. من نشوف كلمة flowers أزهار تحط وياها present، تحط وياها عفوا من نشوف هدية تحط وياها present. مرة جابوا سؤال بالوزارة قال لك flower لو different هدية، من نشوف هدية هي الأزهار، لأن الأزهار هي عبارة عن هدية، وهاي يعني يقدمونه الناس للأمهات بعيد الأم. خلينا نحل هذا السؤال، هاي الأسئلة اللي جاية يعني، وخلينا نراجعها وياكم. يقول باسم family looked out a lot. إحنا قلنا looked out a lot يعني معناها دورت هواية، عائلة فام دورت هواية لو ما دوروا؟ نعم جواب صحيح، إذن جواب true. ثاني نقول what time ما الوقت، من أشوف كلمة what time يعني ما الوقت، راح أقول له 6:30. 3 قال how، how معناها كيف، how معناها كيف. وcook يعني طبخة، شلون كان يطبخه؟ بالمي لو بالدهن، واحد يطبخ بالمي نقول له in the oil. 4 we can't use، شو كلمة can't use يعني ما نقدر نستخدم. احنا الورق نقدر نستخدمه لو ما نقدر نستخدمه؟ يعني نقدر نستخدمه. هو قال can't old يعني ما نقدر نستخدمه، جواب غلط false. السؤال اللي بعد، من اشوف كلمة another word يعني كلمة اخرى للكوك للطباخ، cook طباخ، يعني من اشوف كلمة cook يطبخ طباخ، word يعني كلمة، يعني يريد كلمة تشبه طباخ، راح اقول له chief الشيف اللي هو. what service قلنا من نشوف كلمة خدمة نختار breakfast، نختار breakfast. السؤال اللي بعده يقول what's another word for cook، هاي تونا اخذناها شوفها اكثر من مرة مكررة فمهمة، تقول له chief. how كيف، how كيف يعني كيف كان يطبخ، قلنا ان له oil بالزيت. شنو الخدمة اللي كان يحبها، قلنا له breakfast. What did the customer want؟ شنو ما كانوا يحبون الزبائن؟ السوفت فراي فرايز لو كريسبي؟ لا كريسبي فرايز، هذا الاختيار الصحيح. In Iraq the Mother Day، بالعراق عيد الأم هو أبريل أو مارش؟ لا الجواب in the March، في شهر مارش، في شهر مارش. 6 laptops، laptops نشوف كلمة لابتوب منها نعطيه اختيارات black with silver، لو silver with keys with black keys. احنا هنا ايش قلنا، قايل لك اسود، اسود وفضي، اسود وفضي، وقلنا عليها false. هو هنا منطيني اختيار، ايش قايل لي، قايل لي هنا اختيار، قايل لي black with silver لو silver with keys، لا اقول له فضي، لان هو اصلا اللابتوب اللي اشتراه كان لونه فضي، فهذا هو الاختيار الصحيح. يعني جايب لك اياه اختيار انت، المهم هذا غلط، هذا ما تختاره، لان هذا اصلا جاك اختيارات وانا قلت لك عليه غلط، فبدون ما التفكير ما تحله، فمرات يغيرون بالسؤال. all laptops were too expensive، كل اللابتوبات كانت غاليه، وقلنا هذا جواب غلط. ممكن هذا يجيب لك اختيارات يقول لك expensive غالي لو cheap رخيص، شوف فدير بالك يعني ركز. in Iraq mother day بعيد الأم قلنا يكون in March. هنا قايل لك uniform، uniform قلنا زي، من أشوف كلمة زي راح أقول له يعني بنطلون أسود وقميص أبيض. نجي هنا what do، من أشوف do يعني ماذا عمله، شنو اللي سواه، مطيني الاختيارات
قال لي هنا he baked the potato يعني هو طبخ البوتيتا، لو he sliced يعني قطع أو شرح البوتيتا، لا أقول له هو بالبداية قطعهم. هنا شفت كلمة only three يعني فقط ثلاثة أشياء نصنع مصنوعة من الورق، جواب غلط، احنا قلنا هواي أشياء. What's another word for cook؟ نعطيني كلمة أخرى للطباخ، وقلنا هي الشيف. لا تنسى أنت عندك ترك، يعني إذا واحدة نسيتها اتركها عادي، جتك واحدة ما فهمتها اتركها، عندك ترك. Mother Day يعني يوم الأم، قلنا شبيه thousand لو hundred يعني آلاف لو مئات، لا thousand آلاف. هنا هاي قايل لك chief لو waiter، لا أقول له chief. قال هنا doesn't want يعني الأب ما رد يشتري، true or false، الجواب غلط لأنه هو كان يريد يشتري. هنا معطينا اختيارات، قال لي بالزيت لا بالمي، لا بالزيت. هنا يقول الورق مصنوع من تشاينا بالصين، true or false، جواب false. وأحمد prefers، أحمد كان يحب الفطور لو لانش، لا البريكفاست. موضوع بسيط وسهل وعليها عشر درجات بالجيب.